واسم من فرنسا، يقول قررت كثير من المساجد بعدم صلاة الجمعة، وذلك لأن الدولة تمنع التجمع بأكثر من 1000 شخص. يسأل يقول: فهل من مقاصد النفس مقدم على الدين، خصوصا إذا يعلق الأمر بشعيرة من شعائر الدين؟ وهل الاستجابة لمثل هذا يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية؟ نعم، كما تقدم أن أداء الصلوات جماعة مكمل من مكملات ضرورة حفظ الدين، وهو من الأمور المطلوبة التي جاءت النصوص الشرعية بها، ولكن إذا أدى إلى تفويت أصل ضرورة من الضرورات الخمس الكلية فحينئذ يحافظ على الأصل الضروري ويقدم على المحافظة على المكمل. فذلك تلك المدينة التي انتشر فيها هذا الوباء يقال فيها بمثل هذا الحكم، وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان الإجراء احترازي فحينئذ ينبغي أن تعمم صلاة الجمعة وأن يتفرق الناس بحيث يكون كل عدد من المصلين في جهة من الجهات يصلون صلاة الجمعة 50 والمئة، ما لا يجتمع هذا العدد الكثير من أجل أن يكون هناك استجابة للتعليمات التي تأتي للناس، جميل. ومن أجل ألا يكون هناك مناطق موبوءة تنطلق من المساجد. جميل. وبالتالي الذي نشير به على الجميع أن يعمموا هذه المساجد وأن يصلي كل جماعة صلاة الجمعة في مواطنهم بحيث يكون هناك تفرق وتفتت لأفراد الناس فلا تنتشر مثل هذه الأمراض عندهم. ولما جاء الطاعون في الشام أمر الصحابي الجليل عمرو بن العاص المؤمنين بأن يتفرقوا ليكون ذلك من أسباب توقف انتشار ذلك الوباء. أحسن الله.